زين تروح على الاكسبنس اكستنسر اكسبانشن وبعدين الى البروكسيمال فالنجز. هذه العضله اللي يغذيها هو التيرمينال برانش مال الديب بيرونيال نيرف اللي ايضا راح يدخل من الليج تحت الريتيناكولا ويدخل الى الدورزم اوف ذا فود. الاكشن مالتها هي الاكشن مالتها طبعا على التوز فتعمل دورزي فليكشن اوف ذا توز. اشك طلاب تكرر عندنا ذكر الاكستنسر اكسبانشن واخذتمه بال اخذتمه بال يعني بالهاند ايضا كان عندكم اكستنسر اكسبانشن. الاكستنسر اكسبانشن هو عباره عن تندون مجتمع مع العضلات مع عدة عضلات يجتمع مع بعض ويكون لنا تندون واحد وبعدين هذا التندون يرجع ينقسم إلى أقسام ويعمل insertion بالمكانات مختلفة بالفالنجز. العضلات اللي تشترك بتكوين الإكستنسر إكسبانشن هي أول شيء العضلة اللي هي الإكستنسر ديجيتورم لونجس. احنا ذكرنا بالانتيرير كومبارتمنت قلنا الاكستنسر ديجيتورم من تدخل الى الدورزم اوف ذا فود راح تنقسم الى اربع اجزاء. زين الى اربع اجزاء تروح على فور لاترال توز على الاكستنسر اكسبانشن. العضله الاخرى هي الاكستنسر ديجيتورم بريفيس بس ما الجزء الاول يعني ما الاكستنسر هالوسس هاي ما تشترك بالاكسبانشن فقط الثري تيندون اللي يروحون على الاصابع اللي بعد البيكتور. فاذا عندنا الاكستنسر بريفيس عندنا هون من بين العضلات او عندنا بالسول عضلات نسميها اللمبريكال مسل راح نتكلم عنها ايضا التيندون مالته يشترك بالاكستنسن اكسبانشن وعدنا الدورزم انتروسيوس التو اندورزال انتروسيوس ايضا تجي تشترك بالاكستنسر اكسبانشن. شوفوا هذا هاي التندون مال هذه العضلات اللي اخذناها كلها راح تشترك هون يتكون على البروكسيمال يعني فالنجز في بدايه الفالنجز اوف ذا تو. بعد ما تكون شوفوا هاي التندون مال الاكستنسر ديجيتورم لونجس وهاي اللونجس هاي البريفيس وهاي الانتروسيوس وهاي اللمبريكال مسل كلهم يشتركون راح يكونون لنا هذا الاكستنسر اكسبانشن اللي هو يم البروكسيمال فالنجز. هذا الاكستنسر اكسبانشن راح ينقسم الى ثلاث اقسام سبليت انتو ثري بارت. الميدل وان inserted into the middle phalanges والبقية على proximal phalanges والتو سبلت راح يعني يمتدون حول الميدل سبلت ويرجعون يتحدون ويعملون insertion بالديستال phalanges. زين فإذا تشوفون هذا الاكستنسر اكسبانشن يعمل سبليتنج هوني سنترال ثيك بارت انسرتد انتو ذا ميدل هذا الميدل فالنجز والتو بارت او التو سبليت يتحدون امام هذا السنترال بارت ويتحدون بالديستال فالنجز هذا نسمينه اكستنسر اكسبانشن. فاذا عندنا البيك دو ما بينه اكستنسر اكسبانشن زين لأن ما عندنا تندون مع الإكستنسر ديجيتورم لونجس ما تجي على البيكتور فإذا ما بينه إكستنسر إكسبانشن. الليتل تو ما بينه ديجيتورم بريفيس فالإكستنسر إكسبانشن مع الليتل تو يتكون فقط من التندون مع الإكستنسر ديجيتورم لونجس
وتندون اوف وان لامبريكال مسل وتندون اوف وان انتروسياس، ما تو انتروسياس. زين، فاذا من ثلاثه تندون فقط بدل الفايف تندون. الارتيريال سبلاي اوف ذا فود اوف ذا دورزم اوف ذا فود، تذكرون بالليك ذكرنا انه اللي از الارتري اللي يزود الليك راح ينزل الى الدورزم اوف ذا فود، يدخل تحت الريتيناكولا ويستمر الى الدورزم اوف ذا فود. هذا الارتري نسمينه اللي هو كونتينيويشن مال الانتيريور تيبيال ارتري، من يدخل الى السطح العلوي من الفود نسمينه دورزاليس بيدس. الدورزاليس بيدس يمشي شوفوا يستمر على الدورزم اوف ذا فود ان ذا لاين، اشلون اعرف مساره؟ يمشي باللاين مال الفيرست كليفت اوف ذا فيرست دورزال انتر ديجيتال كليفت. هذا الفيرست انتر ديجيتال كليفت يعني بين الفيرست والسكند ميتاتارسال بون. فاذا هذا الفيرست كليفت هو راح يمشي على هذا الامتداد يعني مص ميديالي، راح يمشي بين التو تندون. هون عندي التندون مال الاكستنسر ديجيتورم اكستنسر هالوسس لونجس، وهون راح يجي الاكستنسر ديجيتورم، فهو راح يمشي بين هذه التو تندون يعني بين الهالوسس وبين الديجيتورم، ينتهي بدخوله بين ال بين التو انتر تو ميتاتارسال بون ويعبر الى السول اوف ذا فود از ذا فيرست بلانتر از ذا فيرست بلانتر ارتري بلانتر ميتاتارسال ارتري. ايه هذا زين، فالنهايه مالته، فاذا شفنا انه هو كونتينيويشن مال الانتيريور تيبيال، مشي ميديالي between the extensor digitorum hallucis و extensor digitorum longus و ينتهي بدخوله between the two metatarsal the first and second metatarsal bone وانت بين ال two head مال الانتروسياس مصر ويدخل الى sole as the first plantar metatarsal artery حتى يكمل الارش اللي راح يتكون بالسول اوف ذا فوت. نجي على البرانج مالته، اول برانج ينطيها هي الميديال ماليولر الميديال ولاترال تارسال ارتري، ميديال تارسال ارتري ولاترال تارسال ارتري. زين، هاي تروح للجوينت اوف ذا بون وينطيني الفيرست دورزال ميتاتارسال. شوفوا طلاب هذا الدورزال ميتاتارسال، ايه هذا دورزال لان من الدورزال، ميتاتارسال لانه عايجي بين الميتاتارسال بون، فنسمينه الفيرست لانه بين يعني بالفيرست ميتاتارسال بعد الفيرست ميتاتارسال، فالفيرست دورزال ميتاتارسال ارتري. من يصل الى الفالنجس راح ينقسم الى الديجيتال برانش ويزود التو سيرفيس، ومنه يعني ايضا ينطي للميديال سيرفيس اوف ذا بيك تو. البرانش الاخر اللي هو الاركويت ارتري، الاركويت ارتري هذا نسمينه اركويت لانه تشوفون منحني او كيرفت ما يجي عدل، ينحني فوق البيس اوف ذا ميتاتارسال بون، فنسمينه الاركويت. زين، هذا الاركويت ينطي من القوس مالته البقيه الدورزال ميتاتارسال بون وينطي للميديال اوف ذا ليتل تو. كل دورزال ميتاتارسال يجي ينقسم الى تو ديجيتال برانش تو ادجسنت سايد اوف ذا بيج تو، وبهذا تتغطى الدورزال سيرفيس اوف ذا فود. فاذا الدورزاليس بيدس عرفنا المسار مالته، عرفنا منين جاء، عرفنا المسار مالته وعرفنا الانقسامات
اللي هي الميديال ولاترال بلانت تارسل وفيرست دورسال ميتا تارسل واركويت، وهو ينتهي كبلانتر ميتا تارسل. بلانتر ميتا تارسل يدخل الى السول. شوفوا هاي صورة اخرى توضح لنا الارتري، وهاي توضح الريليشن مالته. شوفوا هذا التندون مال الاكستنسر هالوسس، وهذا التندون مال الديجيتورم اكستنسر ديجيتورم، وهذا الدورزالس بيدس. شوفوا يمشي بين هذه التو تندون بعد ما يدخل الى السول الى الدورزم تحت الانفيريور ريتيناكولا، يدخل الى الدورزم ويتغير اسمه من انتيريور تيبيال الى دورزالس بيدس. شوفوا البرانجات مالته ميديال لاترال وفيرست دورزال هذا، وعندنا الاركويت وهذا الديب. تشوفون الديب بلانتر ميتاتارسال شلون عم يدخل الى بين التو انتروسيوس مصل اللي تكون بين الميتاتارسال بون، ويدخل الى العمق او الى السول حتى يكمل البلانتر ارش. ناخذ السول اوف ذا فوت او باطن القدم. الجزء الثاني من الفوت هو السول. السول تلاحظون انه بينه شويه اختلافات عن الدورزم. الدورزم السكن ثين سكن، الفيشيا ثين فيشيا، سواء كانت سوبرفيشال او ديب فيشيا. السول اوف ذا فوت ما يفيد معانا هذا الحكي. ليش؟ لانه اول شيء نحن continuously walking on the dorsum of the foot، فثقل الجسم راح يكون على البلانتر سيرفيس. بالاضافه الى ذلك انه continuous friction with the ground، الاحتكاك اللي يصير مع الارض، فاذا لازم اكو فقط تحورات حتى تحفظ السكن، تحفظ الستراكشر اللي تحت السكن. اول شيء السكن راح يكون thick skin على المناطق اللي يعني يكون الدوس عليها اكثر، اللي هي خاصه الهيد اوف ذا ميتاتارسال بونز. اكثر نحن تشوفون الدوس على الفوت يكون على هذه المناطق اللي هي تقابل الهيد اوف ميتاتارسال، فيكون السكن فوقه thick than other part of the sole. ايضا على الكعب على الهيل، فاذا هذا السكن which cover the heel يكون ايضا thicker than other part of the sole. ايضا السوبرفيشال فيشيا تكون slightly thicker. الديب فيشيا بها هي اللي continuation with the fascia of the dorsum. أنا ذكرت لكم بالثاي من شرحنا الثاي، قلنا الفيشيا أو الديب فيشيا أوف ذا لور لمب تكون مثل الستوك، كأنه واحد لابس جورب من الفوت وإلى فوق، فإذا هي كونتينيويشن من الدورزم وتتغلف البلانتر سيرفيس كله. هذه الديب فيشيا بها فقط تحوير ايضا حتى تقاوم الدوس، وايضا تحفظ الستراكشر المصل والارتري والنيرف اللي تحته، فبيها فقط تفخن من المنطقه الوسطيه نسميها بلانتر ابونيوروسيس. البلانتر ابونيوروسيس مثل ما تشوفوها انه هي عباره عن thickened of the deep fascia، هي deep fascia لكن تكون اثخن من الفيشيا اللي هي موجودة بالميديال واللاترال، فإذا هي سنترالي لوكيتد. زين شوفوا شكلها تراينجولر ان شيب، تمتد من الكالكينيوم من الديستال بارت اوف ذا كالكينيوم الى البروكسيمال الى ان تصل الى الفالنجس، راح تنقسم الى 5 سليبس، كل سليبس تروح على فينجر. شوفون بيكتو وبقية اللاترال فورتوس، فإذا هذه اللي نسميها البلانتر أبونيوروسيس، وأهم فانكشن لها أنه هي تحافظ على الستركتشرات اللي تحتها. السول
نشوف انه تحت البلانتر ابونيوروسيس، من نشيل البلانتر ابونيوروسيس راح تكون السول متكونة من مصل، من تيندون اللي تجي من الباك اوف ذا ليك وتدخل الى السول وتعمل انسرشن بالبلانتر سيرفيس اوف ذا تو او بالتارسال بون. زين، وبالاضافه الى ذلك النيرف والارتري اللي تمر من الباك اوف ذا ليك الى البلانتر سيرفيس. فاذا السول بعد البلانتر ابونيوروسيس بها مصل، بها نيرف، بها ارتري، وبها تندون اوف اذر مصل. هذه الستركتشرات اللي ذكرتوها راح تترتب على شكل طبقات حتى تكون سهلة عليكم. هذه الطبقات يعني هي فور لاير. شوفوا طلاب الفردي الفيرست والثالث، الاولى والثالثه تتكون من 3 مصل، الثانية والرابعة بها 2 تندون 2 مصل، يعني زوجية راح تكون. ناخذ أول طبقة، أول طبقة بعد ما نشيل البلانتر أبونيوروسيس راح تكون عندنا 3 مصل، أبدكتر، أبدكتر وبالنص فليكسر. الأبدكتر اللي فوق البيكتو نسميها الأبدكتر هالوسيس، اللي فوق الليتل تو أسميها الأبدكتر ديجيتي مينيمي، اللي بيناتهم نسميها فليكسر ديجيتورا. لان عندي لونجس بالباك اوف ذا ليج فاذا هون راح تكون بريفيس، فاذا فليكسر ديجيتورا بريفيس. هذه الطبقه الاولى ابدكتر هالوسيس، ابدكتر ديجيتي، والبيناتهم اللي هي الفليكسر ديجيتورا. تحت هذه الطبقة هي الطبقة الثانية، هذه بعد ما شلنا هذه العضلات تطلع عندنا هذه اللاير اللي هي مثل ما ذكرتوا 2 تندون 2 مصل. التندون اللي موجودة اللي هي تجي من الباك اوف ذا ليج او اللاترال والباك. اول شيء التندون مال البيرونياس لونجس، تذكرون العفو التندون مال الاكسترفليكسر هالوسيس لونجس، هذه تروح على البيكتو، والفليكسر ديجيتورم لونجس. فاذا التو تندون فليكسر هالوسيس لونجس وفليكسر ديجيتورم، وعندنا تو مصل اسوشييتد وذ فليكسر ديجيتورم اللي هي كوادريتس بلانتي. هذه المصل كوادريتس بلانتي، شوفوا الاوريجين مالتها تجي من الكالكينيوم والانسرشن مالتها تروح على التندون اوف ذا الفليكسر ديجيتورا. والعضله الاخرى اللي تطلع من بين التندون مال الفليكسر ديجيتورا اللي هي نسميها اللامبريكال مصل، فور لامبريكال مصل، لان عندنا فور تندون. شوفون الديجيتورم تنقسم الى 4 تندون، تروح على 4 توز لاترال توز، فاذا هذه تتعلق بالتندون فتكون 4 لامبريكال مصل. هذه كل اللامبريكال مصل يزودها البلانتر ارتري وبلانتر نيرف. احنا ذكرنا انه الفيزلز التيبيال نيرف والبوستيريور تيبيال ارتري بعد ما من يعبرون من تحت الفليكسر ريتيناكولا كل واحد منهم راح ينقسم الى ميديال ولاترال بلانتر سواء النيرف او ارتري. فاذا اللامبريكال مصل اللي يزودها بس عندنا الفيرست يزودها الميديال، وكلهم هذول الثلاثه يزودهم اللاترال بلانتر نيرف. الطبقة الثالثة اتفقنا انه هي 3 مصل. هون تنعكس الآية مال الطبقة الأولى. الطبقة الأولى قلنا أبدكتر أبدكتر فليكسر، هون فليكسر فليكسر، من نص مكان الأبدكتر راح تكون عندنا أدكتر أدكتر مصل. الفليكسر اللي موجودة هي فليكسر هالوسيز بريفيس، هالوس فليكسر ديجيتي مينيمي بريفيس،
وعندنا الطبقة الوسطى هي two head oblique transverse of the adductor hallucis of the adductor hallucis. فإذا three third layer هي three muscle. الفورث layer اللي هي على الميتاتارسال بون مباشرة يعني آخر طبقة أو deepest one هي أيضا two tendon و three muscle. التندون اللي موجودة هي التندون مال البيرونيوس لونجس. شوفوا البيرونيوس لونجس هي من عضلات اللاترال كومبارتمنت اوف ذا ليك واللي تكلمنا عنها. ذكرنا انه هي تعبو الى السول اوف ذا فوت وتجي تعمل انسرشن بالميديال كيونيفورم وبالفيرست تارسل باللاترال سايد مالتم. زين فهذه البيرونيوس لونجس. والتندون الاخ هو التيبياليس بوستيريور. تيبياليس بوستيريور ايضا هو من عضلات الباك. قلنا تدخل تحت الفليكسر ريتيناكيولوم وتعمل انسيرشن بالنافيكيولار بون مينلي وبالكيونيفورم وتنطي فت فايبرات لكل التارسال بون عدا التالس. زين فاذا هذه التو تندون. المصل الديب مصل اللي هي موجودة بين الانتروسيوس مصل او بين الميتاتارسال بون فنسميها انتروسيوس. انتروسيوس يعني بين عظمين لانه عاد تنشأ بين التو ميتاتارسال فنسميها انتروسيوس مصل. الانتروسيوس مصل هي عندنا فور دورسال انتروسيوس وثلاثة بلانتر. الدورزل راح تنشأ من التو يعني من الابجسن سايد تو انتروسيوس مصل تنشأ من الابجسن سايد اوف ذا ميتاتارسال بون. البلانتر هي ثلاثة تنشأ من منطقة واحدة من فقط من يعني من جهة واحدة من الميتاتارسال بون. وذكرنا أن الدورزل ميتاتارسال تشترك بالإكستنسر إكسبانشن بينما البلانتر ميتاتارسل شوفوا عاد تجي على البروكسيمال فالانجز من جهة الميديال سايد يعني من جهة البيكتو. فإذا الديب لاير هي عبارة عن تو تندون و ثري أو تو مصل اللي هي الدورزال والبلانتر انتروسيوس مصل. كل هذه الانتروسيوس كله يزودها اللاترال بلانتر اللي راح نتكلم عنه عن تفرعاته هسه. زين يتخلل هذه الطبقات طبعا الارتري والنرف. بين هذه الطبقات راح يكون الارتري والنرف. شوفوا هذه السول اوف ذا فود توضح كل المراحل. هذه اول ما نرفع السكن تشوفون البلانتر ابونيوروسيس اللي هي الديب فاشيا تكون ثيكند سنترالي. وشوفوا شلون سبليت نير ذا فينجر حتى تروح كل سبليت يروح على توز. بينما من الميديال واللاترال تكون الفاشيا ثن. شوفوا بعد ما شلنا البلانتر ابونيوروسيس تطلع عندنا الطبقه الاولى اللي هي ابدكتر فليكسر. بعد ما شلنا الطبقه الاولى تطلع الطبقه الثانيه اللي هي تو تندون اللي هي الفليكسر هالوسيس فليكسر ديجيتورم والكوادريتس بلانتي وعندنا العضلة الأخرى اللي هي اللامبريكال مصل. من نشيل هذه الطبقة تطلع عندنا الطبقة الثالثة اللي هي فليكسر وأدكتر هالوسيس. نشيل هذه الطبقة تطلع عندنا منطقة البون أو المصل اللي بين البون اللي هي الانتروسيوس مصل بالإضافة إلى التندون اللي تجي على العمق مال السول اللي هي البيرونيوس لونجس والتيبياليس بوستيريا. فإذا هذه الصورة توضح لنا السول مع طبقاته. الأرتيريال سبلاي أوف ذا سول ذكرنا أنه ال posterior tibial artery بعد ما يدخل تحت الفليكسر ريتيناكيولم ينقسم الى two main branch او ينتهي ب two main branch اللي هو medial plantar و lateral plantar
artery. الميديال بلانتر هو السمولر وان. اللاترال هو اللارجر لانه راح يدخل الى السول وراح يعمل لي ارش بالسول او بالعمق او بالديب كومبارتمنت اللي هو البلانتر ارش. زين نتكلم على جزء جزء. اول شيء الميديال، شوفون هذا الميديال تيرمينال برانش. الميديال تيرمينال برانش طبعا الارتري والنيرف واحد يرافق اللاح، يعني نفس المشوي نفس التفرعات اللي راح ينطوها. زين فحتى لا تتيه عليكم. فاذا الميديال بلانتر ارتري راح يكون متابع اللي هو الميديال بلانتر نيرف. نتكلم عن الارتري، هذا تشوفون المشوي مالته. اول عضلة راح تواجهه من هوني هي الابدكتر. بعد ما تكون هوني راح يعبو عميق للابدكتر هالوسيس ويمشي ميديالي للبكتور. زين وايد طبعا يزود، طبعا هي كل الارتري كله يزود، يعني كله ينطي مسكولار ارتكولار جوينت، يعني يروح يزود الديجيت الميديال سيرفيس اوف ذا بيكتور. فاذا ما بينه شيء انه يمشي ميديالي هو سمولر. شوفون ياخذ الكورس الميديال وينطيني للميديال سايد وينطيني الديجيتال للديجيت وحدي. المين برانش واللي هو اللارجر وان هو اللاترال بلانتر. اللاترال بلانتر هو واحد من التيرمينال برانش اوف ذا بوستيريور تحت الفليكسر ريتيناكولم. زين شوفوا هذه العضلة هي الابدكتر وهذه عضلة هي الفليكسر ديجيتورم بريفيس. شوفون شوفوا وين عيمشي بعد ما تكون عبر deeply to the abductor، بعدين عبر تحت الفليكسر ويمشي إلى lateral side of the sole، يعني إلى أن يجي إلى little toes. فإذا راح يمشي بين الابدكتر hallucis و ويعبر تحت الفليكسر. من يعبر تحت الفليكسر راح يكون بين الفليكسر ديجيتورم بريفيس واللي تحته اللي هي الكوادريتس هاي بلانتي، او الاسم الثاني مالتها طلاب اسمه فليكسر اكسسوريوس مصل. فاذا هذه الكوادريتس، كوادريتس لانه هي مربعه، بلانتي لان هي بالسول، او نسميها فليكسر اكسسوريوس لانه هي تتعلق تحت الفليكسر ديجيتورم فنسميها فليكسر اكسسوريوس مصل. اي الاسمين صح. فتشوفوا الارتري بعد ما يعبو من تحت الابدكتر راح يمشي تحت الفليكسر، يعني بين الفليكسر ديجيتورم وبين الكوادريتس بلانتاريس مصل. شوفون عيروح على اللاترال سايد، واللي يمشي معانه هو النيرف، راح يكون مرافق اللي هو اللاترال نيرف. من يصل الى البيس، شوفوا هذه الميتاتارسال بون، من يصل الى الفيس البيس اوف ذا فيفث ميتاتارسال بون الارتري راح يلوف ويرجع الى السول الى العمق، راح يدخل يلوف على المصل ويدخل تحت المصل الى الديب كومبارتمنت ويعمل لي هذا الارش اللي نسمينه البلانتر ارش. ارش معناته مثل القوس. فاذا التكمله مال هذا الارش منين تجيني؟ تجي تذكرون الدورزاليس بيدس قلنا ينطي ينتهي يدخل بين التو انتروسيوس وينتهي كبلانتر انت بلانتر دورزال ارتري، بلانتر ديب بلانتر دورزال ارتري. ايه هذا تشوفون هذا نهايه الدورزاليس بيدس من الدورزم، تدخل من بتوين ذا تو انتروسيوس مصل وتكمل لي
هذا الارش اللي هو البلانتر ارش. فاذا شوفوا اللاترال بلانتر تحت الفليكسر ريتيناكيولام، مشي لاترالي تحت الابدكتر، بعدين بين الفليكسر اثنينهم، فليكسر ديجيتورام والفليكسر اكسسوريوس مصل، الى ان يصل الى اللاترال سايد اوف ذا سول، قريب من البيس اوف ذا فيفث ميتاتارسال، راح يلوف ويرجع الى الديب كومبارتمنت اوف ذا سول حتى يعمل لي المين بارت اوف ذا بلانتر ارش. هذا الارش يكمله من ميديالي البلانتر الديب بلانتر ميتاتارسال او بلانتر تارسال بون، العفو الديب بلانتر اللي هو التيرمينال برانش مال الدورزاليس بيتس يكمل لي البلانتر ارش. شوفون البرانجات اللي ينطيها ميتاتارسال، هون نسميها بلانتر ميتاتارسال ارتري، بلانتر ميتاتارسال ارتري. كل وحده منهم تروح الى الديجيت وتنقسم انقسامين وتزود لي التو سيرفيس او التو ادجسنت سايد، وبهذا تغلف لي كل البلانتر سيرفيس. بالاضافه الى ذلك انه قبل ما يتكون الارش او قبل ما يدخل اللاترال بلانتر الى الديب ويعمل الارش، ينطي برانش الى اللاترال سايد اوف ذا ليتل تو. فاذا تغطى كل السول بال ال البلد سبلاي، تغطى السول كله بالبلد سبلاي. فاذا اذا ناخذ البرانجات اوف ذا لاترال بلانتر، ينطي ماسكولار، ينطي للسكن، ايضا ينطي ميتاتارسال، زين من الارش ينطي بلانتر ميتاتارسال، وبعدين كل بلانتر ميتاتارسال ينقسم الى بروبر ديجيتال، وكل بروبر ديجيتال ينطيني ديجيتال لكل تو ادجسنت سايد. هذا بالنسبه للارتري وانقساماته. ناخذ الفين واللي هو نفس الارتري، كاميرا للارتري، نفس المشوي ونفس الانقسامات. تشوفون قبل ما نعبو على النيرف راح تشوف هاي الصور الواضحه الحلوه مال artery. هاي الدورزم of the foot وهاي البلانتر. شوفوا ال posterior tibial artery، تشوفون شلون ميجي من الليج. طبعا احنا هون عندنا الفليكسر ريتيناكيولوم اللي تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة، اللي هي thickened of the fascia عند الانكل joint. تحت الفليكسر ريتيناكيولوم راح ينقسم الى ميديال، تشوفون هذا الميديال راح يروح على البيكتو، واللاترال اللي هو يعبو على اللاترال، وبعدين يرجع يلوف ويرجع على الديب ويعمل لي البلانتر ارش. بينما الدورزاليس بيدس اللي هاي بالدورزم، تشوفون عينطي هالبرانجات، وبعدين ينطي برانش يدخل بالعمق، وبرانش اللي هو الدورزال دورزال ميتاتارسال ارتري، وينطي الاركويت ارتري ويعمل هذا السبلاي مال الدورزال. شوفوا مسار الارتري والنرف. زين، النرف اللي يزود السول اوف ذا فوت هو البلانتر نيرف. البلانتر نيرف نفس البلانتر ارتري، يعني ايضا يجي من التيبيا، يجي من التيبيا نيرف اللي هو يزود الليك. التيبيا نيرف بعد ما يدخل من جهة الميديال سايد تحت الفليكسر ريتيناكيولوم راح ينقسم الى ميديال ولاترال. شوفوا هوني تنعكس، يعني هوني الميديال برانش هو يكون اللارجر، اللاترال يكون سمولر. الميديال برانش يمشي مع الميديال بلانتر ارتري، يمشي مع الارتري. شوفون هذا الاصفر هو النيرف والاحمر الارتري. ف
فإذا الأحمى هو الميديال بلانتر أرتري، يمشي معانه الميديال بلانتر نيرف. فإذا أيضا راح يروح تحت الأبدكتر هالوسس، تحت الأبدكتر هالوسس، وبعدين يمشي إلى الميديال سايد of the big toe. البرانج اللي ينطيها هو أول شيء ينطي مسكولر للمصل اللي هي بالبيج تو، اللي هي الأبدكتر هالوسس وتحت الفليكسر هالوسس بريفس، تمام؟ أبدكتر هالوسس والفليكسر هالوسس والفيرست انتروسيوس، بس هذه المصل اللي يزودها الميديال. باقي المصل مال السول كل اللي يزودها اللاترال بلانتر. فإذا الميديال بلانتر ينطينا فقط للثري مصل اللي هي مال البيك تو واللي هي قريبة منه، اللي هي الأبدكتر أول وحدة وتحت الفليكسر والفيرست انتروسيوس، الفيرست انتروسيوس مصل. زين، وينطي أيضا أرتيكولار للجوينت اللي هو بالتارسل والميتا تارسل، يعني هذا أي جوينت قريب يمه بالميديال سايد راح ينطينه articular branch، وهو ينتهي بالbase of the first metatarsal bone by dividing into medial. شوفون طلاب، راح ينقسم إلى طلاب عبد الرحمن، عبد الرحمن مهدي، مهدي نعم دكتورة تفضلي. عذرا عندك تورك صوت؟ عتكملت انا صحتوكم لان انطفى عندي الكهرباء فصورت ووقف النت، عتكملين انا يعني يقف في النت عندي من انطفي الكهرباء. اي نعم دكتورة صراحة احنا حكينا بس يعني عشان فعلا وقف عندك الانترنت. شلون؟ يعني الطلاب جاوبوكي بس يعني يمكن كان ما سمعتيهم؟ لا ما سمعتوهم. ما تمام دكتورة. زين هسه انتم يعني الصورة موجودة عندكم؟ اي نعم دكتورة. خوش نكمل لكن حتى ناخذ ريست ونرجع نكمل المحاضرة.
فإذا ما مثل ما ذكرنا أنه الميديال بلانتر يجي على الميديال سيرفيس ينطل هذه الثري مصل وينتهي هو ككوتينيوس برانج، يزود لي هذه الثري توز هذه الثري والهالف، يعني يشبه منه بالأبر، تذكرون اللي من يشبه؟ طلاب دكتورة إذا مقارنة للهاند فهاند ما ماخذي. ما ماخذين الهاند؟ زين. لا دكتورة يشبه الألنار، يشبه توزيع الألنار، يعني يزود هذه الأصابع الثلاثة ونص، يعني يزود هذا وهذا وهذا وإلى نص هذا قبل الليتلتو. زين؟ فإذا ينطي كوتينيوس يزود ثلاث أصابع الميديال 3 finger and half. زين؟ وطبعا يزود السكن بهاي المنطقة الميديال سايد. هذا بالنسبة للميديال بلانتر. اللاترال بلانتر شوفوا طلاب نفس الكورس مع الأرتر، يعني يدخل تحت الأبدكتر بعدين بين بين الفلكسرات اثنين، يعني بين الطبقة الأولى والثانية راح يمشي إلى أن يجي إلى اللاترال سايد، ينطي سوبرفيشيال برانش حتى يزود لي هذا الإصبع ونص اللي بقت ويزود لي اللاترال سايد مال التوز، وهو يستمر يدخل مع الأرتري إلى الديب كومبارتمنت، يعني اللي هو بين الطبقة الثالثة والرابعة أو على الانتروسيوس سبيس أو على الميتاتارسال بون. زين؟ يلوف ويرجع مع الأرتري يصير داخل البلانتر أرش، بس هوني ما يعمل لي أرش، يعني هوني ما يكمله أحد، لا هو فقط يلوف مع الأرتري وهذا هو ينتهي، ينتهي يزود كل المصل مال السول مال السول، يعني الانتروسيوس عدا كل الانتروسيوس وكل اللامبريكال وكل المصل عدا المصل اللي يزوده الميديال، يعني عدا ثلاث عضلات، كل العضلات مال السول اللي تجيها او اللي التزويد مالتها تكون من البلانتر نيرف. فاذا عندنا البلانتر نيرف باختصار ايش عطاني؟ عطاني مسكولر تو اول مسل اكسبت الابدكتر هالوسز والفليكسر هالوسز والفيرست لامبريكال، هذول يزودها من الميديال. زين عدا هذول العضلات كل العضلات مال السول يزودها اللاترال، فاذا مسكولر. عطاني articular طبيعي للجوينت، للجوينت اللي موجود بين التارسل بين الميتاتارسل الديجيتال لكل الجوينت الموجودة، فانطينا articular. وعطاني كوتينيوس اللي هو من السوبرفيشال، عطاني كوتينيوس الى هذه الاصبع ونص واللاترال سايد اوف ذا بلانتر سيرفيس. فإذا أعطاني كوتينيوس إلى هذه الإصبع ونص هذه الإصبع، لأن هاي الثلاث أصابع ونص أعطاها الميديال. فإذا مثل ما تلاحظون أنه الميديال المسكولر ماله قليل لكن الكوتينيوس ماله كثير، اللاترال المسكولر ماله كثير لكن الكوتينيوس ماله قليل. زين وبهذا تتغطى كل السول of the foot. طلاب عندكم اختيارين اللي هي إما نكمل الجوينت لأن ما ظل عندنا شيء، أو تأخذون استراحة فد 10 دقائق ونرجع نكمل. تأخذون استراحة؟ دكتورة استراحة 10 دقائق ونكمل إن شاء الله. أوكي خذوا لكم راحة ونرجع.
زين الصورة واضحة عندكم تمام؟ تمام. هسه ناخذ الجوينت، عندنا أهم جوينت هو اللي علينا البودي ويت كله هو الهيب جوينت. ايش نصنفه لهذا الهيب جوينت؟ من أي نوع؟ منو يجاوبني؟ بسرعة. أشون؟ البال والسوكت. ساينوفيال من نوعية بول ان سوكت، مثل الجيب والكرة، تشوفون بول ان سوكت. فإذا هو ساينوفيال جوينت بول ان سوكت، هذا النوع من الجوينت اللي هو الساينوفيال بول ان سوكت. الميزة بينه أنه يعني الحركة مالته تكون تقريباً يعني free movement، يعني بكل الflexion extension abduction adduction rotation اللي نسميها circumduction movement، فيعمل كل الحركات اللي تعرفوها. زين هو يتكون بين منو وبين منو دكتورة؟ بين الأستابيوم، بين الأستابيوم هذه والهيد مال فيمر، والهيد مال الهيد مال فيمر الهيد اوف ذا فيمر. فاذا بين الهيد اوف ذا فيمر والاسيتابيولام اللي هو نعتبره السوكت. طبعا حتى يزيد يعني احنا هذا المفصل تشوفون يعني احنا الثقل علينا وثقل جسمنا علينا المشوي، الحركه كلها تبدا بالهيب جوينت. فحتى احنا ليس عندنا ديسلوكيشن دائما او يطلع عندنا الهيد من هذا الجوينت، سبحان الله يعني اكو فاد اشياء تزيد السترينثن وتزيد قوه الجوينت والستابيليتي اوف ذا جوينت وتعمله ثابت هذا الجوينت. وحده من هذه الميكانيزم او الاشياء اللي موجوده بالهيب جوينت واللي انكريز ذا ستابيليتي اوف ذا جوينت هي الديبث اوف ذا اسيتابيولام. هذه الأسيتابيولام إيش قد تكون عميقة، إيش قد هذا الهيد صعب يطلع من داخله ما تمام. فإذا هذه الزيادة طبعا إحنا شفنا بالمختبر من شوفتوكم الهيب بوند، شفنا الأسيتابيولام أنه هي باللاترال سايد مال الهيب بوند تمام، وشفنا من الداخل بها articular surface مثل الحرف السي قلت لكم، وانفيريرلي يكون ما موجود هذا حرف السي او هذا الارتيكولار سيرفيس ديفيسيت انفيريرلي. هذه المنطقه اللي ما موجود بها الارتيكولار سيرفيس راح يكملها ليجامنت يوصل الحافتين مال السي شيب، نسميها الترانسفيرس ليجامنت اوف ذا هيد. على الارتيكولار سيرفيس قبل ما يدخل الهيد اكو فقد الكارتيليج، كارتيليج فايبروكارتيليجينس نسميها الاسيتابيولام لابرام زين، او نسميها اللابرام اسيتابيولي. هذه مثل الحلقه مال الكارتيليج تكون على الاسيتابيولام، فايش تعمل؟ تزيد الديبث اوف ذا هيب جوينت، اللي ايضا يزود الاستابيليتي مال الجوينت. المصل والليجمنت اللي راح اتكلم عنه زين اللي تحيط الجوينت ايضا تعطيني فد استابيليتي للجوينت. الشيء الثالث اللي يخلي هذا الجوينت ستيبل وما يصير عندنا ديسلوكيشن دائما بالقومي بالقعدي بالمشوي زين، انه موجود السترونج فايبرس كبسول اللي يحيط الجوينت. هذا الفايبرس كبسول يعني يحيط الجوينت ويعمل اتاتشمنت للبوردر اوف ذا اسيتابيولام سوبيريرلي، من فوق راح يكون يتصل بالاسيتابيولام، انفيريرلي يغلف هذا كله الجوينت، وانفيريرلي يعمل اتاتشمنت من الامام للانتر تروكانتريك لاين، من الخلف للانتر تروكانتريك كريست. فاذا تشوفون انه الجوينت هو يحيط الفايبرس كبسول يغلف الجوينت بصوره كامله ويكون مبطل من الداخل بساينوفيال ممبرين
وهذا نحن بنقول synovial joint، معناته يعني ايش بينه هذا الجوينت؟ معناته هذا الجوينت بينه synovial membrane. يعني ايش من synovial membrane؟ يعني يفرز لي نوع شويه من الفلويد داخل الجوينت حتى لا يصير احتكاك بالبون. فاذا اكو synovial fluid بالجوينت حتى يعمل الموفمنت اوف ذا جوينت without friction of bone with bone. زين، فاذا هذه الاشياء اللي زيد الستابيليتي اوف ذا جوينت، اولا مثل ما ذكرته اللي هي الاسيتابيولوم لابرام اللي زيد الديبث اوف ذا اسيتابيولوم. ثاني شيء الليجمنت والمصل اللي تحيط بالجوينت. وثالث شيء الفايبروس كبسول اللي يغلف جوينت بصوره كامله. ذكرت ليجمنت تمسك الجوينت بالاستابيولوم. اقوى هذه الليجمنت هي الاليو فيمورال ليجمنت. شوفوا طلاب، هذا الاليوم، هذا الاليكبون، وهذا الفيمر. شوفوا هذا الليجمنت اللي هو مثل حرف الواي المقلوب، انفيرتد واي شيب، بينه تو راموس او تو ستامب وستوك وحدي. زين، فاذا هذا الانفيرتد واي شيب نسمينه الاليو فيمورال ليجمنت. اليو فيمورال ليجمنت، هذا الليجمنت ريستريكت مثلا واحد راح نحن نطيق نعمل فليكشن مع الهيب جوينت كامل، يعني ممكن انت توصل الثاي الى الابدومن، تمام، ممكن ان تطوي رجلك الى ان تطخ الابدومن، هذه فري فليكشن. لكن الاكستنشن من تدفع رجلك الى خلف الطيق تدفع يعني الى ما لا نهايه، لا، فقط الرياضيين وذولي اهل الجمناستيك يطيقون يعملون هاي، لان كان عندهم الاستيسيتي بهذا الليجمنت. احنا بالنسبه لنا منطق، يعني انت تدفع رجلك الى خلف بس الى حد معين، وبعدين تحس انه يعني كانه رجلك ممسوكي ما تقدر تدفع اكثر الى فوق. زين، فهذا الاليو فيمورال ليجمنت هو ريستريكت ذا اكستنشن اوف ذا هيب جوينت، ما يخلي الاكستنشن فريلي مثل الفليكشن. Another ligament هو البيوبو فيمورال. شوفوا من هذا inferiorly راح يكون من الأسفل، أيضا من الأمام، هذا يعني صورة هذه أمامية، هذه صورة أمامية. فعندي ligament، اثنين ligament، واحد لي فوق أسمينه الإليو فيمورال، واللاخ تحته أسمينه البيوبو فيمورال ligament. الligament الثالث يجي من الخلف. شوفوا هاي from back، هاي الصورة من الخلف. عندي هذا أيضا strong ligament اللي هو نسمينه الإشيو فيمورال ligament، يكون مثل spiral shape، ملفوف لف، تشوفون ملفوف spiral shape ligament. فهذا الإشيو إشيو فيمورال ligament. كل واحد من هذه الليجمنت restrict the movement of the joint إلى حد معين، يعني هذا البيوبو فيمورال restrict the abduction، الاليو فيمورال restrict the extension. Another ligament اللي موجود هو الليجمنت اللي قلنا الترانسفيرس acetabular ligament اللي هو بين التو end of the acetabular labrum، يعني بالأسيتابيولوم أكو هذه الديفيسيت، منطقة اللي ما بيها كارتليج، هذه أيضا بيها في الليجمنت اللي هو نسمينه ترانسفيرس أسيتابيولار ليجمنت. الليجمنت الخامس هو من الهيد أوف ذا فيمر. شوفوا هوني راح يكون عندي الأسيتابيولار الترانسفيرس أسيتابيولار ليجمنت بين التو إند مال الأسيتابيولار لابرام. هذا عندي الهيد او الليجمنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. عندنا بالفيمر بالنهايه الهيد اكو فد فوفي او حفره يتصل بها ليجمنت الى البيس اوف ذا اسيتابيولوم، فهذا نسمينه الليجمنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. ايضا هذا يزيد الستابيليتي والسترينثن اوف ذا جوينت.
زين احنا ذكرنا انه الهيب جوينت الحركات اللي ممكن انه موفمنت. شوفوا هذه ريفليكشن، هذه تكون فري، يعني انا ممكن انه الثاي تطويها الى حد الابدومن، ما عندك شيء يمسكك، كلنا نطيق نعمل هذه الحركه، لكن هذه الاكستنشن تكون ريستريكتد، ريستريكتد باي اليو فيمورال ليجمنت. شوفوا الابدكشن، نحن نعمل ابدكشن لكن ايضا ريستريكتد، ريستريكتد بهذا الليجمنت اللي تحت اللي هي البيوبو فيمورال ليجمنت. الادكشن ايضا ممكن حركه ايضا بال تصير بي عندنا بالهيب جوينت. ايضا الادكشن والابدكشن ريستريكتد، يعني احنا ما نطيق نعمل فولي ادكشن فولي ابدكشن، لا نعمل ابدكشن لحد معين. اللي يعمل ريستريكشن لهذه الحركه هو الليجمنت اللي موجودي الاليو فيمورال، يعمل ريستريكشن مال الاكستنشن. البيوبو فيمورال يعمل لي ريستريكشن اوف ذا ابدكشن. اللاترال بورشن، اللاترال بورشن اوف ذا اليو فيمورال ايضا يعمل لي ريستريكشن اوف ذا ابدكشن. عندي ميديال روتيشن وعندي lateral rotation ايضا تصيغ بالهيب جوينت. فاذا هو circumduction movement، ممكن ان يتحرك بكل الاتجاهات. طلاب البلاد سبلات، هسه احنا نتذكر الارتريات اللي موجوده حول الجوينت ومنها نشتق البلاد سبلاي اوف ذا، منو يساعدنا؟ منو يتذكر؟ نستعيده سوا. شوفوا طلاب، هاي الصورة من البوستيريور، زين؟ بس يعني هاي الأرتريات هي نزي من الأنتيريور كومبارتمنت، وهذه الصورة الهيب جوينت من الخلف، وهذا الإشيو فيمورال ليجمنت. هذا الفيمورال، زين الفيمورال برانج اللي عطانا هو اول برانج بعد ما طلع من الفيمورال تراينجل هو البروفاندا. البروفاندا من الجزء الامامي عطاني لاترال وميديال سيركونفليكس ارتري، وذكرنا انه اسمه سيركونفليكس لانه يدور حول النيك اوف ذا فيمر، زين تشوفون يدور حول النيك ويعمل انستموسيس. طلاب دائما انتم خذوها قاعده، حول الجوينت كل الارتري اللي تمر حول الجوينت تنطي برانش للجوينت، وكل هذه الارتريات تجتمع وتعمل انستموسيس. ليش؟ لان الجوينت بحاله حركه مستمره. انا اذا سد عندي هذا الارتري نتيجه مثلا حركتي قومتي قعدتي، انا ما يصير عندي اسكيميا او يقلل البلد سبلاي الى الجوينت. ليش؟ لانه هذا اكو فقط غير طريق يجينه من الابتوريتر، يجينه من الانستوماسيس اللي موجوده معانه. فانتم خذوها دائما حول اي جوينت لازم اكو شبكه من الاوعيه الدمويه من عده مصادر، يعني ما يزودوا مصدر واحد، ما يزودوا ارتري واحد، ولا يزودوا نيرف واحد. فشوفوا هاي من البروفاندا، اذا من الفيمورال جاني lateral medial circumflex artery. هذه أشني هذه العضلة؟ أحد يعرف أشني هذه العضلة؟ منو يجاوبني؟ بيريفورمس. البيريفورمس، عافية. زين إحنا قلنا فوق البيريفورمس أكو artery وتحت البيريفورمس أكو vessels. الفيزلز اللي فوق البيريفورمس superior gluteal، وتحت البيريفورمس انفيريور جلوتيال. هذول اثنين يزودون العضلات مال الجلوتيال ريجن لكن يعطون برانش للارتيكولار برانش للهيب جوينت. زين بعد ايش عندي من جهه الميديال؟ من الانتيريور كومبارتمنت عندي الاوبتوريتر، تمام. الاوبتوريتر ايضا من يطلع من الابتوريتر فورامين هذه ايضا راح يمر قريب من الهيب جوينت، فاذا ينطي ايضا برانش للهيب جوينت. فإذا تشوفون برانش من الفيمورال، برانش من الابتوريتر، برانش من السوبيريور جلوتيال والانفيريور جلوتيال. معناته أنا عايزة عندي أنستموسيس
بالبرانجات من الاكسترنال اليك ومن الانترنال اليك، لانه هذه البرانجات السوبيريور والانفيريور والابتوريتر هذول كلهم برانجات من الانترنال اليك ارتري اللي هو واحد من البرانجات مال الايورتا، بينما الفيمورال هو امتداد للاكسترنال اليك. فاذا انا عايسي عندي انستموسيس تشوفون من عده مصادر، انسد هذا اكو هذا، انسد هذا اكو هذا. فاذا انا دائما عندي طريق اضافي للبلد سبلاي. زين نجي على النيرف. النيرف نفس الحاله، شوفوا هذا النيرف، هاي انتيرير فيو، هذا الانجواينال ليجمنت، هذا الفيمورال. وهذا الابتوريتر، شوفون هذا الفيمورال وهذا الابتوريتر وهذا اللاترال كوتينيوس، ما له علاقه هذا كوتينيوس. شوفوا الفيمورال راح يمر من تحت الانجواينال ليجمنت، يعني راح يكون قريب من الجوينت، فاذا ينطيني برانش ارتكولار برانش للهيب جوينت. الابتوريتر ايضا اللي راح يطلع من الابتوريتر فورامين، تشوفون ينطي برانش للهيب جوينت. بالاضافه الى ذلك عندي مصل تحت الني جوينت اللي هي الكوادريتس فيمورس اللي هي من عضلات الجلوتير ريجن، النيرف اللي يجي يزوده راح يكون ايضا قريب من الجوينت فينطي برانش الى الني جوينت. فاذا انا تجيني من عده مصادر، من الفيمورا، من الاوبتوريتر، من الباك، من النيرف تو كوادريتس فيمورس ينطي ارتكولار للانكل جوينت. هاي العفو للهيب جوينت. هاي بالنسبة للهيب جوينت. فإذا أخذنا نحن نوع الجوينت، زين أخذنا الستيبلتي of the joint، أخذنا الليجمنت، أخذنا الموفمنت، وأخذنا الارتيريال والنيرف supply of the joint. الجوينت الثاني المهم اللي عندي اللي هو أيضا من نوعية synovial joint، وأيضا من نوعية الجوينت اللي البودي ويت أيضا علينا اللي هو الني جوينت. هذا الجوينت ما من نوعية البول أند سوكت، يعني صحيح هو ساينوفيال لكن ما عندي بول أند سوكت. هوني هذا الجوينت أسمينه الهينج جوينت، يعني الجوينت المعلق، معلق كأنه معلق شيء بشيء. هو بين منه، بين منه هذا الجوينت، منه يقلي بين منه هذا الجوينت؟ بين التيبيا والفيمر، بين الفيمر والتيبيا، كوندايل اوف ذا فيمر ميديال ولاترال، والكوندايل اوف ذا تيبيا ميديال ولاترال. شوفوا طلاب ايما جوينت انه معرض انه يكون الحركه يعني او ديسلوكيشن بينه اكثر، هو اللي الهيب جوينت، ني جوينت اللي الهيب جوينت ايما هو اكثر ستيبل عالشكل، عالشكل. شيلوا الليجامنت، شيلوا الدبس، شيلوا هاي الستركتشرات عالشكل. ايه ما هو تتوقعونه اكثر ستيبلتي؟ هيب جوينت. الهيب جوينت. الهيب جوينت. يعني هذاك الهيب جوينت كأنه شيء داخل بشيء، بس هذا معلق، يعني شيء ماكو ارتباط. شوفوا هذا البون ويجي تحته البون. تمام هي هذه التيبيا بها فرد يعني جروف تستقبل الكوندايل اوف ذا فيمر، لكن هذا الجروف ما كلش عميق، ولا الكوندايل اوف ذا فيمر عميقه مثل الهيد مال الفيمر. فاذا عندنا هذا الاستيبلتي بينه اقل، ولهذا لازم يكون عندنا يعني رب العالمين كان خلى بينه شغلات كثيره تزيد استيبلتي اكثر من الهيب جوينت، اللي هي اول شيء انه هذه الكوندايل اللي فوق اللي هي التيبيال كوندايل اللي تستقبل الكوندايل اوف ذا فيمر تكون اكسباندد، يعني بيها فقط توسع. زين فوق الكوندايل اكو عندنا سي شيب فايبروكارتيليجينوس نسميها منسكي، منسكاي ميديال ولاترال. فايش عملت؟ زودت العمق مال التيبيا. فإذا عندنا أول شيء الإكسبانشن مال الكوندايل، تشوفون التيبيا من فوق تستعرض
وإذا تدحكون من الداخل تشوفون يعني على الـ upper end of the tibia، نلاحظ أكو كأنه مثل الحفرتين اللي هي التيبيال كوندايل من فوق، بيناتهم أكو تيوبركل اللي سميناه intercondylar tubercle. يعني على الكوندايل هذه أكو فايبروكارتيليجينس مثل حرف السي شيب، نسميها المينسكاي. هذه المينسكاي تزود الدبث. بالإضافة إلى هذا موجود عندنا سترونج ليجامنت من كل الجهات يحيط الني جوينت، من كل من الأمام، من الجوانب، من الخلف، من الداخل، كله محاط بليجامنت. بالإضافة إلى ذلك المصل اللي تعبه من فوق الجوينت وتعمل إنسيرشن بالليج. أيضا موجود عندنا السترونج كبسول، فايبرس كبسول اللي يغلف الجوينت كله، واللي أيضا من نوعية الساينوفيال. من نقول ساينوفيال يعني معناته الكبسول اللي يغلف الجوينت مبطن من الداخل بممبرين. هذا الممبرين نسمينه synovial membrane. ميزة هذا الممبرين أنه ينتج أو يفرز fluid داخل الجوينت، فنسمينه synovial fluid حتى يمنع refraction of the bone during movement. زين، فهذه كل الأشياء اللي ذكرتوها تزيد أو زيلت الستيبولتي of the knee joint اللي هو بالأساس unstable لأنه من نوعية الهنج joint معلق. شوفوا هذه الليجامنت، خلينا ناخذ من هوني. أول ليجامنت اللي موجود هو الليجامنتم باتيلي. اللي أشنو الليجامنتم باتيلي؟ تعرفون أشنو الليجامنتم باتيلي منين يجي؟ طلاب أصور هاليوم عندكم امتحان بالمحاضرات مال الثاي العصر، يعني المفروض غيريها للثاي. للبايسبس مصل، الكوادريسبس مصل. تمام، الكوادريسبس قلنا العضلة مال الانتيرير كومبارتمنت مال الثاي اللي بيها أربع رؤوس، واللي نسميها الكوادري يعني رباعية، كوادري سيبس معناته ذات الرؤوس الرباعية، كوادري سيبس فيمورس. قلنا هذه الأربع رؤوس تتحد بتندون واحد، وهذا التندون يعبو فوق الباتيلا ويعمل انسيرشن إلى التيوبروسيتي of the tibia، وسميناه ليجامنتم باتيلي، ليجامنتم باتيلي. زين، فهذا اول ليجامنت. تذكرون الاليوتيبيال تراكت، احنا قلنا اكو ثيكنينج بالفيشيالاتا من جهه اللاترال، هذه تعبر الجوينت وتجي على الميديال اللاترال سايد. زين، على التيبيا يعني بين الهيد اوف فيبيولا الاليوتيبيال تراك، تجي من الاليوم باللاترال سايد الى الهيد اوف فيبيولا، هذه ايضا تنطي سترينثن للجوينت. انذر ليجامنت موجود عندنا هذا اللاترال ليجامنت اللي هو من جهه الفيبيولا، نسمينه فيبيولار او لاترال كولاترال ليجامنت، ومن جهة الميديال نسمينه تيبيال أو ميديال كولاترال. هذا من الكوندايل إلى الهيد أوف فيبيولا من جهة اللاترال، ومن الكوندايل إلى الميديال سايد أوف ذا تيبيا هذه من جهة الميديال. فإذا أنا عندي تو ليجامنت من الصفحتين اللي هي ميديال ولاترال كولاترال ليجامنت. ايضا عندي اركويت بوبليتيال ليجامنت، هذا يعني من الخلف، هذولي من الامام. هسه اذا ما عندي صوره من الخلف، من الخلف من البوستيرير مال التيبيا عندي تو ليجامنت. اول شيء الاوبليك بوبليتيال ليجامنت، هذا يمتد من البوبليتيال من البوبليتياس مصل ويعمل ثيكنينج مال الفيشيا مال البوبليتياس مصل، تطلع الى الخلف
وتعمل reinforcement للكبسول of the joint. فإذا هذا الأوبليك بوبليتيال ليجمنت. طلاب الدكتورة اكو صوت؟ انطفى الكهرباء عندي، ما اعرف انت ما تكملت يعني انا اذا لا لا انقطع الصوت استرجع. اوكي زين. فاذا عندنا تشوفون من الامام عندنا الليجامنتم باتيلي، من الصفحات عندنا الكولاترال ليجامنت اثنين ميديال ولاترال، من الخلف عندي تو ليجامنت اللي هي الاوبليك بوبليتيال والاركويت ليجامنت، يمسكون الجوينت من الخلف زين. الاركويت ليجامنت من الهيد مال الفيبيولا ويطلع بوس يعني على البوبليتيوس اوفر ذا بوبليتيوس مسل، والاوبليك بوبليتيال هو امتداد من البوبليتيوس فيشيا ويعمل على الكبسول. فاذا تشوفون انه محاط من كل الجهات بليجامنت، بالاضافه الى ذلك انه داخل الجوينت نفسه يعني بين الـ 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 الفيمر وبين التيبيا عندي تو ليجامنت اللي هو نسمينه الكروشيات ليجامنت، الكروشيات ليجامنت انتيرير بوستيرير، الانتيرير والبوستيرير. شوفوا الانتيرير الكروشيات ليجامنت هو الرباط ايش اسمه بالعربي والله ما اعرف، كروشيات يعني واحد يقطع اللاخ الصليبي زين، الرباط الصليبي داخل الركبه. هذا على طول مرات يعني خاصه الرياضيين اللي يركضون اللي يلعبون طبي مرات هذا الرباط اللي داخل يتاذى عندهم، وهذا علاجه كلش صعب لان داخل الجوينت يعني كلش ريبير ماله ما يرجع 100%، يصير بينه فايبروسيس فيصير عندهم ريستركشن بالموفمنت مال الجوينت. الانتيرير كروشيات هذا شوفون هذا الانتيرير كروشيات وهذا البوستيرير، الانتيرير اثنين يطلعون من الانتركوندايلر امينس اللي بين التو كوندايل اوف ذا تيبيا. عندنا البون اللي شوفتكم هو بالمختبر بين الكوندايل اكو فد بروز نسمينه الانتر كوندايلر امينس، من الانتيرير بارت مال الانتر كوندايلر اريا راح يطلع الانتيرير كروشيات ليجامنت ويتجه ابورد والى الخلف يروح الى اللاترال كوندايل اوف ذا فيمر. شوفون هاي الميديال وهاي اللاترال، الانتيرير كروشيات يطلع من الانتر كوندايل ويروح لاترالي الى لاترال سيرفيس مال لاترال كوندايل. البوستيرير ايضا يطلع من الانتر كوندايلر من البوستيرير بارت مال الانتر كوندايلر وايضا يطلع الى فوق ويجي على الميديال كوندايل اوف ذا فيمر من الخلف. هذول يصيغون مثل حرف الفي يعني كروس واحد فوق الاخر داخل الجوينت، هذا ايضا ينطي ستابيليتي اوف ذا ني جوينت. زين نجي نستعرض النيرف سبلاي والارتيريال سبلاي اوف ذا
knee joint. مين تتوقعوها؟ ايش عندي انا هوني؟ نجي ناخذ من الفيمورال. الفيمورال ينطي للني جوينت؟ ايش ينطي الفيمورال للني جوينت؟ descending genicular artery. علي الصوت. descending genicular artery. descending genicular artery. فاذا عندي من الفيمورال عند الديسندنج قبل من ذكرناه هون قبل بالفيمورال كانال راح ينطيني برانج الى الني جوينت اللي هو الديسندنج جينيكولار. من اللاترال سيركونفلس من البروفندا ايضا ينطي برانج الى الني جوينت. من الخلف عندنا البوبليتيال ارتري ينطيني 5 جينيكولار اللي هي 2 سوبيريور يعني 2 superior medial lateral و 2 inferior medial lateral و middle. ومن التيبيال ينطيني من التيبيال قلنا من يعبو على الانتيرير كومبارتمنت قبل ما يعبو ينطيني posterior recurrent وبعد ما يعبو ينطيني anterior recurrent. فتشوفون اكو rich blood supply حول الجوينت كلهم هذول يعملون anastomosis حول الني جوينت بالإضافة إلى الابتوريتر. ايضا الاوبتريتر واحد من البرانجات البوستيري راح ينطيني برانج الى الني جوينت. فاذا عندي من كل الارتري من الفيمورال من البوبليتيال من الاوبتريتر ينطيني برانج للني جوينت. النيرف النيرف ايضا الهوني اللي ال الكوادريسيبس مصل خاصه الفاستس اللي راح تكون على البون او قريبه من الني جوينت النيرف سبلاي مالته راح ينطي منه برانج الى الني جوينت. من الخلف الكومن بيرونيال والتيبيال بالبوبليتيال فوسا قلنا كل واحد منهم ينطي برانج كورسبوندينج تو ذا ارتري. يعني الكومن بيرونيال ينطي لاترال سوبيريور وانفيريور وينطي ريكرنت زين والتيبيال ينطي ميديال سوبيريور وانفيريور وميدل جينيكيورال وايضا الاوبتوريتر نيرف ينطي. فتشوفون من كل الجهات يعني كل جوينت يجينه مالتيبل نيرف سبلاي مالتيبل ارتيريال بلاد سبلاي. الموفمنت مال الهين جوينت او الني جوينت ما تكون مثل الموفمنت مال الهيب جوينت اللي هو بول اند سوكت. هون عندي flexion extension okay لكن عندي ال abduction يعني كلش قليلي أو صعبي. الروتيشن medial lateral بواسطة السارتوريس أو الجرات سيلس هذه ممكن أن نعمل medial أو lateral rotation فقط لما ما تكون الني semi flexion يعني لما ما نعمل بوضع انه هي نعمل الني جوينت سيمي فليكشن فليكشن بس لدرجه قليله ممكن ان نديغه الى الداخل نعمل ميديا روتيشن او نديغه الى الخارج بواسطه البايسبس نعمل لاترال روتيشن لكن لدرجه معينه يعني احنا ما نطيق ندير ركبتنا كلها الى الداخل ولا الى الخارج زين فريستريكتد. عندي فقط الموفمنت اللي تصير فريلي هي الفليكشن والاكستنشن موفمنت. اوكي بهذا القدر الانكل جوينت ما راح اعطيكم واي كافي كفيكم الني والانكل الهيب والني جوينت بهذا القدر نكون نكتفي من محاضرات اللور. انتهينا ان شاء الله. اذا عندكم اي سؤال او استفسار أنا ما راح أنزل لكم قائمة حضور لأن أنا بنهاية المحاضرة الثانية الأولى بداية المحاضرة الثانية أخذت صورة لكل الأسماء اللي موجودي. أنا أعرف عندكم امتحان بس هذا ما ينتقم من العذر أنه أنت من 600 طالب يحضر للمحاضرة 90 طالب زين والبقية ما أعرف وين هو أصلا يعني دكتورة. نعم دكتور عذرا بس التذكير انه انا ما اضغط في الحساب انا ما اضغط افوت بحسابي الرسمي افوت بحساب الزوم نفسه فانا الفيرست ستيج.
عليك أنت؟ يعني لما تسجلين الحضور عن طريق السكرين شوت، هاي يعني الفيرست ستيج حسن راح تسالم، لان يعني انا المسؤول بزوم. زين انت يرضيك انه من 600 طالب 90 طالب فقط، وكانوا 80 طالب بالمحاضره الاولى، بعدين زادوا شويه ل 90 طالب، وهسه على نهايه المحاضره لان راح يبدي الحضور 166 طالب، وهم يعني ما يجي ربع الحضور. زين انا بسالك، انا يعني تدريسي انا هم يعني انا محضره تشوف المحاضره انه انا كنت يعني مختلف الصور كلتها. لا لا دكتوره، هو يعني دكتوره هو يعني التقصير ما من عندك، لا كنت كفيتي ووفيتي كماده والكل الحمد لله وشير كل افتهم، ولكن يعني احنا صراحه شويه صار على الطلاب لود على الامتحانات، يعني اليوم عندنا امتحانين، يعني امتحان تشريح وكوز الثاني، غدا عندنا امتحانين يعني وهكذا يعني. فايش نعمل؟ احنا نسجل الفيديو والطلاب يطنشون على الفيديو المسجل، فهو لا يعني كلش حاجتك صراحه شرح كلش وافي. زين يعني خطاك راح امشيها هاليوم.